هنتدبر القرآن ازاي؟ واحد بيسأل كده سؤال حلو. اول حاجة وانت بتقرأ القرآن تبحث عن السنن الإلهية التي أرشدك الله إليه، تبحث عن المبادئ العامة اللي ربنا بينظم بها مخك، لا تزر وازرة وزر أخرى، عفى الله عما سلف إلا ما قد سلف كده، يعني في 30 مبدأ كده. تبحث عن الدلالة الاستقلالية، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأحسنوا، واخد بالك إزاي، إن الله يحب المحسنين، وتشوف اللي بيحبوا ربنا واللي بيكرهوا ربنا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، كده تشوف إيه اللي بيحبه وإيه اللي الذي لا يحبه. وإنت بتقرأ القرآن تدبروا كده، تأملوا في السنن الإلهية، في الدلالة المستقلة، في المبادئ العامة، في والقرآن كله هداية، وما تلعبش معاه لأنه هدى للمتقين مش للعيبين. هتلعب هيضلك على طول، هو نفس النص، وهتلاقي روحك متضايق وضايق، وهو عليهم عمى، هو نفسه، وما يزيد الظالمين إلا تبارا، هو نفسه اللي هو شفاء لما في الصدور، وهو رحمة للعالمين، وهو ليه هنا كده؟ لأنه ظالم، لأنه داخل يلعب مع القرآن. فأنت سلم نفسك للقرآن تلاقيه هو فتح لك بعض المغاليق. إلا فهما يؤتاه أحدنا في كتاب الله، كما قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. الله.